فيديو النهارده رجاله هنعمل بروش. انت بتقلي ولا بروش؟ انا بعمل كده في البدايه، انا قاعد بقالي ساعه ساكت. طب ما انت بتقولش ليه؟ ما انا انت عارف ان انا هبدا. فيديو النهارده رجاله هنعمل تحدي جديد مع استاذ حسين. منور اخويا حسين، لسه كنت ظاهر معانا من كام فيديو من كام يوم. فالنهارده يا شباب هنلعب تحدي جديد، لكن في اف سي 25، فيفا 2025. هنلعب تحدي بيني وبينه، ماتش عادي كده بيني وبينه، لكن كل جول هيسجله لي عندي 100 جنيه. ايوه هدي لك ابسط ابسط، هتروح غني النهارده. بص فلوس وشغل فاخر عليك. لو مش اديها لي هكتب لكم في الكومنت. ايه لو انت تتوقع ان انا اديها لك؟ حرام بس حرام. بس حرام يا صاحبي، انت اديك حاجه حرام. احنا بنصور فيديو، اطلع مع ابراهيم فيا، بنصور فيديو للمحتوى، بنصور فيديو للمحتوى. معلش انت هتاخد فلوس؟ تعبان فيها دي مشكلتك. لو جاب جون يا شباب هيدي له 100 جنيه، لو جاب جون كمان هدي له اكيد 100 جنيه تانية. بس هو لو جاب دخل، لو انا جبت جون هاخد 100 جنيه، هاخد 100 جنيه منهم. فاهمين يعني كل جون ايداب وسعه، كل جون انا هجيبه هاخد 100 جنيه منه. هو مكانه هو نفس الكلام، فيعني هتفهموا. فقبل ان انت طبعا ما تنساش اللايك والفيديو طبعا للهزار بس، يعني مش هاخد حاجه ولا في اي حاجه يعني. فبس ما تنساش اللايك طبعا، اشترك في قناه مش مشترك، وروح اشترك عند استاذ حسين برده، قناته جامده. ساعتها بقى يكون انا جبت 1000 ان شاء الله، يكون جبت ال 1000 في الحلقه اللي فاتت ان شاء الله. فيلا بينا على طول، ليتس جو. عايز تخسر ليه؟ عايز ايه؟ تخسر ليه؟ عايز ايه؟ تخسر ليه؟ عايز ايه؟ طب العب يلا، هلعب لك بالريال يلا، اهو هزعلك يلا، هزعلك يلا. ولا بيقول لك تلعب ايه من ليفربول؟ لا برنتفورد. امبومو برنتفورد هتلعب برنت هي زيروس باتس. ايوه زيروس باتس، ايوه هي زيروس باتس. اوكي تلعب ليفربول ضد الريال اللي هي كمان بعد كام اسبوع. اوكي يلا سانتياغو برنابيو، قفلنا السقف، اهم حاجه ان احنا قفلنا السقف. ليتس جو. بسم الله. ريال مدريد امام ليفربول. اوكي ابتدينا. بس ريح يوم، كل هدف عليه 100 جنيه. ان شاء الله خير. انا والله مش مسجل ولا هدف. مش مسجل ولا جون. انا عارف حاسسها والله، شايف. انا عارف هشوف. ايوه فالفيردي الاول، يا فيدريكو فالفيردي. متحمست اكتر من اللي عايز اتمسك. ما انا مش عايز اخسر فلوس الصراحه. يلا انت قصدك اصلا والله لمبابي. واو 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 فيرلاميندي، ماندي ماندي، تخيل ماندي يجيب جون. انا بقول لك هزعلك. مش كده مع فان دايك ابن لذينة. يلا كيليان كارفخال، تصدق بيه ارفع حاسس في اخر اصلا. بيلي بقول لك انا بادئها جامد قوي. انا بادئها جامد قوي قوي قوي. صلاح 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 ومبابي. اوه ابو مكه، حقك معايا. ده عوج ده. يا صلاح، في يا صلاح، يا حمص الله. قول له لويس دياز كارفخال. مشاكل ريال بسبب كارفخال والله، بسبب اصابه كارفخال حقيقي. صح مشكلته ازاي تصاب يعني. صح يا اسطى، ولا انت ايه رايك في اللي بيحصل فينا ده؟ يعني ايه رايك في الحوار ده؟ حسب انا عارف انشيلوتي، انا جبت تيشيرت ارسنال، ارسنال ما بتكسبش كده. جبت تيشيرت الريال، الريال ما بيكسبش. لا بس على فكره على طول ارجع كده، كل ما يلبس تيشيرت الخطوط السوداء ما بيكسبش. دي حقيقه فعلا. هو المشكله في الطقم، الخطوط السوداء. وانا قلت لك من اول موسم ان الطقم مش عاجبني عامه يعني. لا مش عارف، مش عارف طبعا. طقم برشلونه الصراحه عجبني اكتر يعني. هو يعني سر النجاح تألق برشلونه الطقم بتاعهم. امبابي يلا، شاوميني بص غلط. اوه بص صح، بص صح والله كان بص. ده بيلينجهام يخرب بلدك. احي صلاح اوف سايد. اوه كورتوا مش اوف سايد، ولا بس اوف سايد، وربكم ما حسبها اوف سايد يا جدعان، ما حسبها اوف سايد. لعبه يا بنت الكلب. لا لا سوبر سلاي يا ولد يا ميليتاو، بس انت عملت غلط كبير قوي يا ميليتاو الصراحه. يلا كوناتي. اوه فيني 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 فيني. لا فان دايك لا. اوه كيليان ابن حمدان، يا الله حلو حلو. روح فيني فيني فيدريكو فلفل، ارجع يا فلفل. انا قلت مش عادي الاول فيدريكو فلفل دي باور شوت من العيار، بس مش عادي والله معايا. يا الله فيدريكو فالفيردي فالفيردي، بس ما سمعتش حاجه. انا كده كده فلوس معايا، المفروض انت تجيب جول عشان اخد منك فلوس. عادي عادي سهل، فلوسي زي ما هي معايا الحمد لله. انت ما عدلتش. انا ما رضيتش اضغط فالفيردي على طول. انا ما رضيتش اضغط، هتلاقي اصلا العاده هتلاقي كونيتي اصلا. انا كنت رايح ما رضيتش اروح. انا عارف ما رضيتش خالص عشان قلت انت مش هتشوط، عشان مش هتيجي، مش عادل. يا ولاد الكلب يا بتوع. يلا كيليان. اوه كيليان في سؤال يعني، الكور اللي انت اوه كور انت عادل. فيني 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 في
فان دايك. ماشي احيه مندي الواد كان يخرب بيتك صراحه. ارتو جول ارتو جول. انت مرقم انا ما... انت عيل مستر. لا ما انت مش تبقى قدام الجون وتشوط ارتو اكيد كنت يعني انت مرقم بدري انت رقمت من بدري انت أيه. بعد الزحلقه اصلا بعد صراحة ما عنده الفينس الفينس اللي هو بيشوط ده هو ده تراسكا لسه ولا مين انا متوقع فين كانت تطح قبل ما الطريس. لا 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 اقطع يخرب بيتك يا مهابليتاو يخرب بيتك يا اولاد. اوه حلوه قوي الباص دي. اخرج بالكره ده انا اول مره اشوف خروج بالكره كده. اوه رودريجو رودريجو كيليان 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 اه اوعى يا الكره دي يلا يا ابني فلفل يلا تاني جول. ايه ده اوفسايد حتى انا اوفسايد يخرب بيتك. قاعد يقول لي عش عش عشان هو قاعد يقول لي انا هكسبك وسكور وتسعه ومش عارف ايه يا عم روح بقى على طول. مين طاف التصوير مين يا حبيبي طاف التصوير بس تصوير بس تصوير بس اعترف اشمعنى اعترف. لا لا لسه لسه اه داروين مايونيز ايوه ولقطه ايوه بس يلا 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 رودريجو رودريجو خرب بيتك تشاوميني تشاوميني الزفت من الدواء الزفت شوطه بيت يا مندي انت مش بتجري ولا ايه؟ العب 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 الهود يا ابن اللعيبه هي خبط في حد فجاه خطفه خطفه ماشي تركيز تركيز عالي تركيز عالي بس ايه ده؟ اي كلام اي كلام مفيش ولا هجمه خطيره يلا يخرب بيتك يا مندي يا جدعان متخلفين زي الحقيقه يا ابني اوه هو 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 كمل 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 هلا 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 داروين لا يا رقم توتال بيدي صح؟ توتال بيدي؟ ليه ما رحتش على بيدي؟ عشان تروح على بيدي لا الحمد لله اول مني ياه الحاجة جت بعد الجون انت هي دي اخر حاجه تكسبها وانا اخدها تاني. انت في حلقات ايه؟ انت ما خدتش اي حاجه انذار. لا ما انا هاخد انذار دلوقتي هياخد هياخد مش هياخد هياخد يا ابني هياخد يا ابني هياخد انذار مش هياخد يا ابني هياخد اهو اهو خد انذار ما تقوحش يا ابني يخرب بيتك. هو مين اللي مين روديجير بس هو ما الكوره كانت هتروح. لا يا جدعان لا يا جدعان لا يا ولا كارفاخال قلت لك كارفاخال هو اللي شايلنا والله في الحقيقه. يلا 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 كيليان امبابي يلا 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 رودريجو فالفيردي اوه حلوه حلوه كرف يا جدعان كرف في كل حته ايوه حلوه ايوه سمرت سمرت فان دايك لا روح على المرتد يا ابني الكلام انت كنت ورا على روديجير روديجير كان ورا ما فيش سؤال فيني راح كوناتي ارجع يا ابني الكلام فيني راح فيني راح فيني مع ارنولد ارنولد فيني اوه فينيسيوس مندي هي 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 يا حلو حلو شوط اول جمدان هو دور الضغط بتاعك بس انا ليا 100 جنيه اخدها يلا 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 شباب فينيسيوس هجيب الجون دلوقتي فيني اوهو 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 فيني لا لا يا لسون ما هو اللي جايب لك الجون على فكره اوه يلا يلا حد يقابل دايرو مايونيز هيجيب لك جول تاني مش هجيب يا عم ده بلا بطيء بطيء في اللعبة حيل يا ولا عشان انت ما بصيتش ما بصيتلوش اوكي 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 يا لهوي لويس دياز يا ولد يا ميليتاو ايه يا عم يلا فيني راح فيني راح فيني راح فيني لا مش عايزك توصل رودريجو يلا ميلي خطف خطف كيليان والتعاد والفرق واحد هات ال 100 جنيه هات ال 100 جنيه هات ال 100 جنيه فلوسي 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 جمدان ابو نبيل ولا 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 كام ايه يا عم بقى ما تبصوا عدل تعدي والله هجماته خطيره هجماته خطيره بره بره يا جون الراجل احتفل الواد الحارس يا لهوي ايه ايه شاوميني برضو بيقطع حلو بس اول مره اشوفه بيعمل كده اصلا هو بيقطع في اللعبه وفي الحقيقه يا ولا كيليان لا يخرب بيتك ازاي الحياه بالظبط بس قفل قفل اعمل تاو كارفاخال هنا خلاص كارفاخال لديكم لا خوف عليكم خالو يا خالو يخرب بيتك يا خالو يخرب بيتك ضربة جزاء حنين
كارت احمر كمان حكمه كارت اصفر روديجير كارت احمر ده روديجير ولا مين يا الله لا لا يا جدعان روديجير خد طرد جول 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 يا ابن الحلو حلو لا صراحة بنفسي أبو مش أنا أقول إنه يلا أبو مش هتاك أنا أبو والله خد 100 جنيه أنا شكلها يا مي يلا كليان يا الله يا أستا أليسون فيه يا أستا عم بطل المحل عشان بعد طلعت عيني على هو على هلا إرنولي حدش يقابله ماشي بيت الوقت إيه بيت الوقت هتوعى يا مبابي يا ابن اللعيبة فيني مبابي رخم من كوناتي بتاعنا بتكلم لو غلط يا ابن مبابي وقع خلاص ايوه رقم خليته يتلخم يا ابن اللعيبه يا ابن اللعيبه رايحه جايه شرفناش اكتر منك يا باشا قلت لك مش هتاخد فلوس بالسهل الحمد لله يلا ودي يلا يا كرفقال ولا يلا 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 كرفقال عالي كرفقال عالي امبابي 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 اه ضرب جزاء سعيد الحكم قلت له قول اي حاجه لا 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 مدريد هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد يا ولد اللعيبه فيني فيني او اوه اوه بيلي 4 4 4 4 بيلينج ها ما كان ترمي عندك في الاول كسبت انت لازم تبدا عندك واحد يس 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 4 4 المفروض اخد منك فلوس على فكره المفروض اخد منك انت فلوس المفروض اخد منك فلوس هو انت لما ترد عندك واحد ولا انا انا مش عارف انا حاسس ارنولد رايح فيها خالص خمس ومطرود مننا واحد بالله عليك بالله عليك انا شفت من الراجل ده كتير يا ابني ماشي ولا 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 يا ابن اللعيبه فلفل يا ابن اللعيبه فلفل اوه البس كوبري البس كوبري والبس كوبري فينيسيوس فيني اوهو اوهو ده قله ادب لا ضرب جزاء حكم حرام حرام يا فينيسيوس والله والله حرام يا ابني والله حرام يا ابني اللي انت بتعمله انت كنت جريت على فكره اوه ميليتاو المفروض اخد منك فلوس والله لا ده ايه يا عم هو انت ادفعك في اي فش اتمنى اتمنى يفوق كده بالعياء يعني اتمنى ينعم فلفل بيدافع وبيهاجم وبيجيب جوال وبيشيل وبيلينجهام بيعاني وميليتاو اسطوره لا عشان انت هتديهم يدافع انا في الحقيقه انشيلوتي مش سايب حد يدافع طب سيبونا انا اضرب الريال طيب بالله عليك بالله عليك اضرب انا الريال بالله عليك صلاح بس ايه جول ايه حلو ايه حلو سوف سايد وينزون على ارنولد اللي ما عملش حاجه روح ليك انت عايزها خمسه يا جدع انت عايزها خمسه هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد هلا مدريد فلوسي عارق او شايه ما خدتش مني غير 100 جنيه واحده وخدتها تاني دلوقتي معاكش معاكش انت الحديده كده خالص معلش يا حبيبي معلش معلش ابو اربعه معلش ايه مع الريال بس انا دلوقتي لبستك اربعه ماليش دعوه ماليش دعوه يا رب يحصل كده في الحقيقه في الواقع والريال يكسب بليفربول يا رب انا لسه العكس يا رب عايز نتيجه بالعكس عايز نطلع من اربعه تاني واحسن نطلع من دوري الابطال بقى خلاص لا مش هنطلع بص احنا مش هنطلع دوري الابطال بس احنا مش هنطلع من الاول 8 لا انت كده بس دي كده مشكله يعني دي مشكله كبيره جدا مشكله كبيره هتلاقي بس صدق والله حلوه اقول لك ليه طب من اول 8 مين اول 8 يعني الناس ماشي ما انت لو تأهلت هتقابل حد منهم تمام بس الثمانيه كلهم اللي جامدين عندك لشبونه عندك موناكو وماشي انت كده تمام فرقت بس ممكن يكسبوك بس وحشه بس فرقه حلوه بس اللي هو تحس اول 8 اللي هم المفروض يكونوا اسمك كاسمك كريال تكسبهم بس انت ممكن يكسبوك عادي عادي جدا فشخت 6 4 بالظبط فعادي فمعلش حظ اوفر جالتي صغط معلش فمعلش حظ اوفر المره الجايه يا استاذ سحس معلش المره الجايه المره الجايه بس يا رجاله اتمنى لكم استمتعتوا بالفيديو زروا اللايك واشتركوا في الشركه معاكم احمد نبيل وحسين ومع السلامه.